وأنا المحامي أحمد المختص بقضايا التعويض والتأمين. وأنا فدون آجار المرعوبة والخايفة كتير. شرفت فيكم. أبظن عندك فكرة عن التهم الموجهة ضد حضرتك يا خانم. بس والله أنا ما عملت شي أبدا. حضرتك يا فتون أجار متهمة بتغيير تصاميم موكلتي مونيكا سيسا، وهي محاولة تخريب. أنت تعديتي على حقوق الموكلة. بكلام أدق، أنت تعديتي على ماركة مؤلمة. شو عم تقول أنت؟ أنا بحياتي كلها ما تعديت على حدا بنوب. يعني ما غيرتي بالفساتين؟ لا، يعني يمكن شوي بالكتير. ممكن أنا أنه كون قصيت شوي صغيرة لبدل الموديل، ما كان قصدي شي، بس شقف الفساتين لساتن عندي لهلأ، بصلحن ما في مشكلة. يبدو ما أنا مستوعب شو عم. وأنت شو رأيك؟ طيب شو رأيكم نعطيها شوية وقت للبنت؟ يعني أنا رح فوت على الحبس؟ آخ منك يا فتونة. آخ شوفي خير إن شاء الله. شبك؟ ولا شي، بس الواحد بيسأل قبل ما يتصرف، ما هيك؟ ماني فهمان شو خطر له لتقص فساتين مونيكا. إيه بس شو دخلك أنت؟ إذا بتقص ولا لا هذا شغلة، تصطفل بحالة. خليك أنت بحالة. كيف يعني خليني بحالي؟ هلأ إذا فجأة بيجي واحد بيغير رسوماتك وبيبعت غيره، شو بتعمل؟ بقول له يعطيك العافية حبيب وبسلمه شغل تاني بدل ما أقول له هالحكي. بهالعقلية هي بدك تفلس. أنا ما عندي مشكلة فتون تفلسني. شو هالقصة؟ ما بزعلها لهيك سبب سخيف. بتعرف بحسك حدا ماله طبيعي؟ طلع فيني. أصحك تزعج لفتون بأي كلمة، فهمت؟ عيوني عليك طول الوقت. أنت ما صار لازم تنقلع بقى؟ بكل مكان لازم شوفك بخلقتي. شوف شو بدي أقول، أنت لسه ما شفت مني شي، وجايك الدور بس مو فاضي لك هلا. يعني بقانون الماركات المسجلة في عندك البند 51 وتوابعه، بالإضافة لقرار المصدر رقم 556، والقانون 222 تحت البند الخامس بيلزمك بدفع غرامات طائرة، وقانون سرقة مثل ما قلت لك عند التنزيل يا اما دفع او الحبس والتضمن. وإضافة لهيك يفتح الجريمة النقد والاستئناف او الطعن، وهذا ونحن يا خالص ولذلك يا اما الدفع يا اما الحبس. انت هلا واقع بمشكلة كثير كبيرة، وهذا كمان بينزل تحت البند السابع للماركة المسجلة، ويلي بنقدر من خلاله نقاضي المتهمة تحت البند الثاني. خلاص مشان الله خلاص. أنا ليك اسمعوا شوي، أنا ما عم أفهم شي عليكم. شو عم يصير وشو رح يصير؟ فهموني لو سمحتوا، اشرحوا لي مثل كأني ولد صغير. وحدة وحدة. أنا بشرح لك باختصار شديد، أنا رح أمحيكي مادياً ومعنوياً، يعني رح تنتهي ومستحيل تنفدي مني. لا هيك كتير، طولت جوا، أنا ما عاد فيني أتحمل. ألو لك لوين رايح؟ مو معقول قديشك حشري. استنى إياد هلأ بيقلعوك. استنى مونيكا خانوم. سنيور، قصدي سنيورة، أنا شو بدي أقول لك؟ ليكي ما كنت ناوية زعلك أبدا، يعني أنا مو مثل مفكرة بنوب. حتى فيك تسألي رفقاتي كلهم بيحكوا لك هالشي، مثلا رح يقولوا هالبنت كتير طيوبة، لأنه أنا بساعد كل الناس. والله لو بعرف الموضوع رح يكبر كل هالقد ما كنت بقرب عليهم أبدا، كنت بقول تصطفلي أنت وشغلك مو شغلتي. 60 عمرك أنت والفساتين أصلا. طبعاً ما كنت بقول 60 عمرك، أكيد كنت أنا بقول هالتصاميم بتاخد العقل. كنت أنا ما بقرب عليهم لأنه هدول قطع نادرة لازم يبقوا هيك. شو لي مصلحة؟ والله ما لي مصلحة أزعجك أبداً. شو بستفيد غير البهدلة؟ لأنه أنا مضطرة على الشغل كتير، ما فيك تمرقي هالمرة. بش يعطيكم العافية. الله يعافيك. Thank you.
انت لعبتي بالتصاميم اللي انا ما كنت سخيانة ألمسهم حتى. اكيد رح تتعاقبي، ولا مفكرة هيك موضوع رح يمرق ببساطة؟ ما فيني سامحك ابدا. معك حق، انا بستاهل اكبر عقوبة، بس بترجاكي انا بدي اطلب منك طلب اخير، وبتمنى ما تخيبيني فيه. ست مونيكا، خبري امي وتيمو قليلهم انه انا رح اشتقلهم كتير وبحبهم، هاي بداية. بعدين بدي تخبري اياد اني كتير بحبه وما فيني اعيش من دونه. طيب ماشي، بكرة رح قرر شو العقوبة اللي بدي عاقبك ياها يا فتون أجار. بعد ربع ساعة بتكوني تحت، مفهوم؟ هاليومين ما عندي شغل غيرك انتي، بدي افهم شو بدك مني بالضبط قبل ما اخد قراري. بعدها انا يا بمحيكي على الاخر. يا اما مو شغلك، انا اللي بقرر هالشي. اصلا بكرة بتشوفي فتون. ما عم افهم عليكي، شو بدك تعملي فيني مونيكا خانم؟ بشو رايحين، بالسيارة ولا رايحين بشي تاني؟ اكيد وحدة مثلك بيكون عندها طيارة خاصة، مزبوط؟ طلعي لبرا. اوف، ضاعت احلامي. لك انا من وين بتجيني كل هالمصايب هاي؟ الحق علي، انا ليش بتدخل؟ ليش دايما بحشر حالي بشي ما بيخصني؟ ما اغباني، خربت العلاقات بين تركيا وايطاليا. اكيد رح يطلبني الانتربول. صدقني بلالك هالفوتة لجوا. انت انزل لتحت، مالك شغل هون. ها ليك فتون، كيفك؟ شو حكيت مونيكا؟ ليلي شو صار جوا فتون؟ عصبت ما؟ لك خلي البنت تحكي، خلص اسكت. عساس انت سكتت من وقت ما شفتها، في مجال تتركنا لحالنا؟ يعني بجوز بدها تحكي ومتضايقة منها. هي قصة بتخص الشغل، اذا كنت نسيان انت روح واتركنا لحالنا. ضاعت احلامي، انا اتدمرت. شو اللي صار؟ احكي لي يلا فتون. كان في محامين، وين ما طلعت في محامين. وشو قالوا؟ هن حكوا حكوا كتير بس ما فهمت شي. بعدين مونيكا خانم اجت، قالت انه بدها تمحيني، لازم اني اتعاقب. وبعدين قالت انه رح نروح سوا مشان تعرف شو بدي منها. البنت انضربوا في وزاتها، وكله من ورا الشغل معك. طيب وين مونيكا خانم هلأ؟ بأوضتها اكيد بتكون عم تخطط شلون بدها تعذبني. طيب ماشي، انا رايح شوفها واحكي معها. ليكي 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 على هالحركة، الله أعلم شو بده يحكي معه. ضل معي 12 دقيقة، خليني ودعك إياد لأنه قالت لي إني كون تحت بعد ربع ساعة، وإذا ما كنت تحت أكيد بتنهيني. ها خلينا نروح. فتون شبكي، روقي شوي. والله ما فيني، أنت لو محلي كنت رقت. لك وين رايح الأسانسير ليكو قدامك؟ مستحيل، ما فيني جازف، بلكي تعطل، شو أعمل وقتها؟ يلا أمشي، خلينا نروح. صباح الخير. شو ريما، نمت منيح؟ ايه نمت منيح، كلك زق. انا جهزت الفطور، شو رأيك انه نفطر مع بعض؟ بعدين بنسمع شي بتحبيه وبتسترخي شوي وبتروحي على الشغل، شو قلتي؟ كان بيودي بس ما عندي وقت، في مكان لازم روح عليه. يلا صحتين وعوافي، بشوفك. الله معك. طيب معك حق تعصبي، بس البنت ما كان قصدها تأذيكي، يمكن فتون خربت تصاميمك، بس هي إنسانة كتير منيحة. لا مو هيك، أعطيها فرصة، إذا عرفتيها رح تتأكدي من حكي. ما بدي أحكي عن فتون، بدي أحكي عن التصاميم. ما خربتهم، بالعكس عجبوني، حتى فيني أقول إني تأثرت شوي بشغلة. تأثرتي؟ إيه تأثرت، بحب الناس الجريئين اللي مثلها. واضح البنت عندها موهبة مميزة، بس هذا ما بيعني إني ما رح أعاقبها على اللي عملته. بين اليوم وبكرة بدي قرر هالشي، يا أما بيدخلوا المحامين تبعي على الخط وهي بتتحمل عاقبة اللي عملته بالتصاميم تبعي، يا أما انسى. صار الوقت هلأ، خلينا نتعرف على هالبنت ونقرر.
نعم بتول، منيح ماشي الحال. نتعشى سوا؟ أكيد، ليش لا؟ ما رح تخبصي لك شي خبصة جديدة ما هيك؟ طيب خلص، معناها أكيد بشوفك المساء. يلا باي. صار الوقت، هلأ بتنزل. إياد، إذا صار لي شي مو منيح أرنوبي ومخدتي الريش بأمانتك أنت ماشي؟ بتدير بالك عليهم، تيابي بتعطيهم لسيرين والمكياج تبعي لبتول، وأنت بدي تكمل حياتك من دوني. يعني إذا طلعت وحدة بطريقك فيك تحبها. بس دقيقة، مين هاي اللي رح تطلع لك بطريقك؟ معي بتفكر هيك؟ إذا صار لي شي مو منيح ما بتتحرك، بتقعد ببيتك مثل الشاطر، مفهوم حكي؟ ما رح يصير لك شي، ما تاكلي هم حبيبتي. لما تقول لوحدة قلقانة لا تاكلي هم بتحس إنه في مصيبة وبتقلق وبتتوتر. طيب، لقي معناتها؟ لك بتطيري العقل وإنتي قلقانة؟ عن جد عم تحكي؟ إيه. إياد، أنا أخذت قرار مهم، بدك تروح معي. كيف؟ شو هالحكي فاضي؟ شو بدي أعمل معك؟ ما دخلني، بدك تجي معي. معقول تتركني لحالي بهيك ظرف؟ مو قلت لي رح توقف جنبي إياد؟ هي قالت بدها تتعرف علي، تقدر تعطيها معلومات، مو أنت أكتر واحدة بتعرفني؟ ما رح أعذبك معي، القصة كلها مشوار وتسلاية مو أكتر. وأنت لابس جرافة والمحامين لابسين مثلك، معناها هي بتحب اللي هيك بيلبسوا. شوفك أكيد منلتقي. شيء أكيد، وانبسطي بوقتك. أصحك تخافي فتون، كل شيء بإيدك هلأ، لا تتوتري، خليكي على طبيعتك ورح تحبك. طيب. يا بنت خلينا نمشي. العمى ليموزين؟ هي أول مرة بحياتي بشوف هالشوفة. انبسطوا بمشواركم لكان. شو قلت؟ أصحى، أنت لازم تروح. أنا خايفة أروح معها لحالي إياد، المفروض تروح معي وتحميني منها. بعدين سمعت شو قالت؟ يلا استعجل، بدنا نروح. الله يوفقك. شو هالحكي؟ ما فيني روح، ما أنا. لا، أنت لازم تروح. معقول تتركني روح لحالي بهيك ظرف؟ مو نحن فتون وإياد، مو لازم تكون جنبي؟ يلا خلينا نروح. أهلا مهلين فتون. مرحبا. أهلين. مرحبا رنيم خانم. شو صرتي جاهزة؟ جاهزة، بس ما بعرف شو هو المطلوب مني. عادي لشوف. اليوم هو أول يوم من عمرك الجدي، أو فيك تقولي عيد ميلادك. أنا بحبهم لأعياد الميلاد. بتشوفي أفلام؟ تفضل المسلسلات. بس أكيد أنا بشوف أفلام. الحب الأزرق والأحمر تذكرتي؟ أكيد. بهداك الفيلم بيقعدوا البطل على كرسي إلكتروني بمختبر وبيحملوا مخه بمعلومات جديدة. شفته على التلفزيون، هلأ تذكرته. نحن هلأ رح نعمل فيكي مثل ما عملوا بالبطل، طبعاً إذا مخيك بيتحمل. بيتحمل؟ طبعاً، ليش لحتى ما يتحمل؟ رح نبلش معك بكورس موضة مكثف. أنتي محظوظة، ياريت لو حدا بالزمانات إجا وعلمني اللي بحتاجه بشغلي. عفواً منك رنيم خانم، بس ما عم استوعب لشو هالكورس؟ لأنه أنتي مو موجودة وأنا بدي أخلقك من جديد. هلأ سلميني حالك
وحاولي انك تنبسطي بحياتك الجديدة ريما. مين انت بالله؟ مرحبا. اياد اسمه. هذا اياد بيكون حبيبي. هو مو بس حبيبي، رفيقي وصديقي. في مشكلة انه يجي معنا؟ ما في مشكلة. اذا تعرفتي عليه اكثر رح تحبيه، شاب مثل الوردة ما شاء الله. ويا ترى رح حبك اذا عرفتك منيح؟ يعني بظن انه انت تحبيني لاني ماني غليظة ومايعة. ما هيك؟ اي طبعا. مونيكا خانم، لوين بدنا نروح؟ لما نوصل بتعرفي لوين نحن رايحين. ايه بس نحن ما لنا اولاد صغار، لازم نعرف لوين رايحين، وكمان السيارات الكبيره ما بتوقتيني، بتعب. سكوت. ايه بس مثلا لو بتقولي نحن لوين رايحين ساعتها بعرف امتى رح نوصل وبرتاح. بتعرفي امي كانت تنبه علي انه ما اركب بسياره حدا، لانه في ولد من حارتنا ركب مره بسياره الله ستر لحقوه قبل ما يروح فيها ورجع لاهله سالم. صحيح حضرتك مو غريبة، بس كمان عايشة بغير بلد، وإذا فكرنا فيها أنت إيطالية ما هي؟ صح مونيكا خانم، خبريني أنت معك باسبور تركي؟ شبك خلاص خلاص. في مطعم شعبي باسطنبول، وهلأ هن منظمين فيه احتفال للتراث التركي، ونحن رايحين لهنيك. بعرفه منيح، كل رفقاتي اليوم رايحين عليه. لك أمير وسيرين وبتول هنيك. من وين بتنطفي؟ مو معقول شو بتحكي، وجعتي لي راسي. خليكي ساكتة. آسفة كتير. بالمطعم في مزاد علني رح نشارك فيه، انتي رح تكوني مساعدتي طول اليوم، مفهوم؟ معناتها في مجال انكم تنزلوني عند الإشارة؟ خلاص ما منقدر اليوم، بدي اتعرف على فتون، وبما انك انت حبيبة ضل، وكمان رح شوف رفقاتك واحكي معهم. خلينا نعرف فتون مين بتكون وبعدها منقرر. شايف شايف؟ حلوة العجقة، في والله من الطاولة. شرفي تفضلي. شو بيقول لك المتر؟ يلي ما عنده بيتزا يشتري لحم بعجين. مروان للبيتزا والعجين في كل مكان وفي كل زمان أيضا. تعلم التسويق بده دعاية. مستحيل يتغير. خلي البنات يوزعوا هدول. هات هات. هي مو اسمها دعاية، هي اسمها غلاظة وتقل دم. هذي حبي، شوفي شو عملت لك، لحم بعجين على شكل قلب. شفتي لي هالرومانسية العجيبة؟ قال لحمة بعجين على شكل قلب، شو هالمسخرة؟ ليكي عم يقولها وكأنه مخترع له شي شغل. شو ما عملنا ما بيعجبهم العجف، مستحيل ترضيهم أخي مستحيل. معك حق والله، مزبوط كلامك. كأنه صاير مشكلة يا جماعة، فتون بعتي مسج وبدها مساعدتنا. شو القصة؟ دقيقة لحتى شوف. طيب احكي لشوف، لو قالوا لك خدي قطعة واحدة لمصمم واحد مين رح يكون؟ رنيم دينجر. مو وقت المجاملة هلأ. لا تجاوبي على اللي ما بتعرفي، ثلاث أغلاط بيروحوا لك كل الإجابات الصح. طيب إذا هيك لباربرا باخد. مين هي بالله؟ باربرا المشهورة. باربرا شو؟ تمام بعتذر منكم، تخيلت في مصممة هيك اسمها بس غلطت. بس مو مشكلة إلا ما أتعلمون كلهم، لا تاكلوهم. أنا بدي روح، ولما برجع يا ريت تكوني تعلمتي كم معلومة بيكون أحسن مفهوم. إيه بالمناسبة، شو ما كان الخلاف يلي بيناتكم يا ريت تحلوه، وأنا بشغلي ما بحب الأولاد الصغار، كبروا لكم شوي. Thank you.
بعتذر منك عروة، أنا غلطت بحقك، آسفة مو بقصدي. أنا آسف كمان، ضغطت عليكي وتدخلت فيكي. عروة لك وقفي وقفي بلا ما حدا يشوفنا ويحكي علينا. بدهم يحكوا علينا نحنا؟ يقبرني أنا، يقبرني الحلو دخيله. خلص، لك أنت وحدة مجنونة. لك عروة والله اشتقت لك كتير، أنت بتعرف إنك عن جد أقرب حدا بالنسبة لإلي. والله أنا غير بهدية ما رح أرضى، مستحيل. أنا يلي بعرف كيف راضيك، دخيله أنا دخيله دخيله دخيله. خلص خلص خلص، خلصنا بقى ريما، هاد مو بيتنا، فبلا غلاظة، هلأ وقت الشغل. معك حق أستاذ عروة، هلأ وقت الشغل، لازم نبلش. صح، لازم نبدأ بقى، بدنا مفاجأة لرنيم، جاهزة؟ شو هالحكي؟ أكيد جاهزة عروة. مرحبا. أهلين يا خانم. أهلين سهلا. أهلين شو أخبارك؟ أهلين أستاذ. كتير بحب هالمكان مونيكا خانم، فعلا مزوقة لأنك اخترتي. أنا بعشق الأماكن الشعبية. قليلي، أنت مبسوطة فيه؟ بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة ومرتاحة مونيكا خانم. قليلي، وين رفقاتك هلأ؟ رفقاتي؟ حلو هالسؤال. أكيد بيكونوا بشي مكان لأنه رفقاتي بيحبوا يساعدوا العالم. لنشوف وينهم. وينهم يا ترى؟ ها هونيك. ها إياد حبيبي، يا روحي أنت زكي، أنت ما شاء الله عليك طول بعرض يخزي العين، مو ناقصك شي. ليكي إذا ضعتي بزحمة أو ضيعتي حدا بس بتنادي إياد ودغري بيلاقي لك. يا أنا برأيي تخففي حكيك شوي فتون. مام احكي كتير، شو صار لك؟ بدك يعني خفف حكي أكتر من هيك يعني؟ إيه يعني. خلص ماشي، ما رح أقول غير ماشي وبس، ومستحيل أقول كلمة تانية بنوب. إيه تفضلي مونيكا خانو، هاي رفقاتي. تفضل. يا أهلين مونيكا خانو، مشرفتينا. يا أهلا وسهلا شباب مونيكا خانو. تحت مرحبا. انت روحي وتفكري شغلة 10 دقائق ماشي، وتأكدي لما ترجعي مونيكا خانم رح يكون طاير عقلة فيك على الآخر. لا تاكلي هم بنوم. ايه ان شاء الله، مدحوني قدامها لا تفوتوا شيء. ايه مونيكا خانم، انا واياد رح نتفتل شوي بهالمكان الحلو، حضرتك ضلي معهم. باي حبيبتي. لسه نحن ما عرفناك على حالنا منيح. انا اسمي سيرين وبكون اقرب رفيقة لفتون. بس دقيقة قلتي لي أقرب رفيقة لألا؟ أهلا وسهلا فيكي مونيكا خانو، أنا بتون وأنا هي أقرب رفيقة لفتون. عندك الحقيقة؟ أنا بعرف فتون قبلهم كلياتهم طبعاً. طيب. نحن ربيانين بنفس الحارة من زمان كتير. وأنا أكتر واحد بيعرفها، صدقيني أنا أمير. مونيكا خانم، بصراحة أنا ما بعرف فتون كتير، بس بما أنه هي حبيبة رفيقي فيني أقول لك أني بعرفها شوي، ويعني بصراحة هي أهلا وسهلا. يا أهلي. أهلين. يا الله شو بكره هالشغلات المجهولة، في 1000 سيناريو سيناريو عم يدور براسي. معقول تكون حبتني مثلا؟ ولا ما حبتني؟ شو إياد؟ بلكي حبتني شوي. أكيد هي ما طاقتني. أوف مو معقول، شو بيكونوا عم يحكوا عني هلأ؟ اسمعي مونيكا خانم، فدون أحسن وحدة عرفتها بحياتي كلها. ليكي ليكي سيرين، شو عم تحكي؟ بنت موهوبة كتير وذكية. لك شو بدي أحكي لك يا خانو، صدقيني هي بنت ثقة. سكتي عم قلك، لا تدافعي عن رفيقتك. والله لا خليها تتبهدل، والله لا موتها وامسح فيها الأرض، رح أنهيها خلاص. شوفي بتول، مونيكا خانوم، مونيكا خانوم، ام فكرة فتون مقطوعة من شجرة؟ شايفتينا؟ اوه لسه ما بتعرفينا، لك نحن فينا نروحك، سمعتي يا فهماني؟ طيب بس دقيقة، بتول ما بتحكي بهالاسلوب،
لا بتحكي، هاي شفتيها؟ ايه خلصينا تضحكي بقى. بتعرف تمثل والله، قلدت اللي بتقول كتير منيح. لك عن جد؟ ايه. اوبا العمى شو هدول؟ بس يعني ما بدي أفقفه، صار لك سنين مريحة حالك مزبوط، وهلأ إجا الشغل وممنوع الكسل. شو عم تقول؟ ماني كسلانة بس مو عاجبك بالله؟ لا خلص عاجبني، يلا احكي لي شو هدول. من اليوم أنا أستاذك وبدك تسمعي شو بقول. دغري أخدت دور الأستاذ؟ التنبلة والتهرب ممنوعين، بلشنا بالشغل ماشي؟ مسكي هدول. هات بدك تسجلي كل شي. ماشي. وهلأ فتون منضل عم نحكي على التليفون لوش الصبح، كل أسرار الخاصة عندي أنا. والله عن جد ضحكتيني، أصلاً أنا وفتون كل يوم منقعد مع بعضنا وبشوفها، ما منحكي على التليفونات مثل بعض جماعة. يعني مونيكا خانو، إذا بدي أحكي لك عن فصول فتون بالتفصيل، أوهو والله للصبح ما بخلص حكي عنها. يعني كل خصوصياتها عندي أنا، بدي أحكي لك قصة، مثلاً فتون ما فيها تنام بلا ما يكونوا ألعابها معها، إذا بتطلعي تحت التخت بتلاقي مستودع كبير من الدباديب. وهي وصغيرة كانت مفكرة أفلام الكرتون حقيقيين، كانت مفكرة إنه الدبدوب هو أخوها. من طول عمرها بتخاف تفوت على الحمامات العامة، ولهلأ بتخاف. بالإعدادي عطاها الأستاذ بالفحص 90%، ظلت عم تبكي شي أسبوع، عن جد مو طبيعية هالبنت. لك شو جاب على بالك؟ لا شو حكيت؟ اللي عم تقوله انا بعرفها على اساس انا جارب كهارة انا بعرفها يا جماعة، انا بعرفها اكثر منكم. نحن مو لازم نمدح فتون قدامها؟ ايه فتون لذيذة كثير، احسن واحدة بالعالم، بتجنن ما في اطيب من هيك. هلا وهي كثير وبتحس بعرفها اكثر من هيك، تعال خلص بغير العالم. انا بعرفها كثير حلوه، كأنهم عم يمدحوني من قلبهم، ما هيك اياد؟ طبعا حبي، واكيد هي حبتك. طيب لكن رح نرجع لعندهم. يلا لكان، اصلا بصلتك محروقه وما رح تصبري اكثر. ضحكتكم حلوه كثير، انتوا بتضحكوا من قلبكم. يا الله شو حلوه هالرسمه، انت اللي رسمتها عمو؟ ايه انا. كلك ذوق، شكرا كثير، يسلموا ايديك، حلوه. اه فعلا حلوه، انا بتشكرك، شكرا. اسمها القلبين، هذا الاسم اللي اخترته للوحه. القلبين كتير حلو، كتير كتير حلو. شو بتأمرني؟ ما بدي شي منكم، بس تضحكوا، حبوا، الناس نسيت كيف تحب. اشتي بداية منيحة، بعطيكي نجمة صغيرة على أدائك بهالدرس. شكرا كتير، يسلموا. أنا من الابتدائي ما حدا حط لي نجمة على شي. مو معقولة، شو هالطفولة هاي؟ ايه كانت بشعة طفولتي. ليكي الدلع ممنوع، بأي لحظة برسبك، لسه في كتير شغلات لازم تتعلميها، هالدرس كان بس مرحبا موضة.
ماشي لكن مرحبا موضة. لنشوف شو رد الموضة. الموضة لئيمة ها؟ خلص خلص لا تبكي، خلصنا ريما. هلأ عنا مشكلة عويصة ولازم نحلها، بدها شغل بصراحة. ليش هيك عم تطلع؟ بظن انه هذا بيحل المشكلة. كريدت كارد؟ هذا حب حياتي، اشتقت له كتير. لمسته بتاخد العقل عروة. الكريدت لرنيم خانو، عطتني يا بس كرمال نغير شكلك واهتم فيك. شو قلتي؟ كأنك مانك مصدق بنوب. والله ونقشت معي كرمروم. عروة ما عم صدق، أنا أخيرا في شي منيح عم بيصير معي. بدي كتير كتير أغراض، ما بعرف من وين بدي بلش. مثلا لازم أشتري جزمة، وبدي أشتري جاكيت أسود، والجينز الأزرق ضاق علي، ولازم أشتري واحد تاني كمان. على شو عم تطلع؟ اسمنت بس أنا ريما بقدر أرجع عن حيفة، ورح رجع عياس خصري مثل ما كان. بس بما إنه كل شي ببلاش خلينا نجيب واحد احتياط، ولازم أشتري قميص أبيض كمان، ولازم أشتري كندلة حمراء. وفي كتير أنا اللي رح قرر لأنه أنتي. شو كأنه مو عجبك ذوقي عروة بيك؟ إليك عندي مفاجأة حلوة كتير. شو هي؟ رح نروح سوا على مكان سر. لك صدقيني يا خانم فتون مثل الهبلة. كل ما بتذكرها بضحك. وأنا مثلك أمير، بتضحكني كتير هالبنت، مو معقول شو هبلة. وصلت. مرحبا مونيكا خانم. مدحتوني قدامها ولا شو؟ مدحناك كتير كتير والله، طار عقلة فيكي. ممتاز. مدحناك كتير أكتر ما بتتخيلي. أكيد لا توصي حريص. وهلأ شو مونيكا خانو؟ إذا خلصتي تسلاية وتفتيل أنت وحبيبك إياد، بدنا نروح على المزاد العلني، لأنه بظن رح يبلش. المزاد العلني رح يبلش، يا ريت لضيوف يشرفوا لعنا. المزاد العلني رح يبلش يا جماعة، تفضل. شو بكي عم تطلع فيني هيك؟ أنا ما قدرت أفهمها، مع أني شاطر وبفهم النسوان منيح. وأنا مثلك بفهمهم منيح، بس هاي المرة ما فهمتها. وأنا بحس حالي بفهمهم من نظرة واحدة. أنا مالي علاقة بهالأمور أبداً، وبحياتي ما فهمت فيها. يا جماعة بتشكركم كتير، ادعوا لي يكون حن قلبها لمونيكا علي. إن شاء الله. يلا هلأ منتأخر عليها، تعال. باي باي. طيب خلونا نحن كمان نروح معهم، منه منتسلى ومنه منصرف شوية مصاري. عن جد فكرة حلوة. يلا لكن بسرعة خفية. امشي امشي. يلا يلا. تفضلوا. تفضلي. مرحبا تالا. أهلا وسهلا. هذا بوتيك رنيم خانم السري. عم قلك سري لحتى تقدري النعمة. تعي معي. تعي لشوف. هلأ صار وقت الشهر. أهلا وسهلا بالجميع. مثل ما بتعرفوا هدفنا من هذا المزاد هو هدف إنساني، رح نتبرع للخدمات الاجتماعية. لهالسبب منتمنى من الجميع يشاركوا بكل اللي بيقدروا عليه. أهلا وسهلا، ما راح نضيع الوقت وخلونا نبدأ. وهلأ أول قطعة معنا هو هذا البروش النادر، معمول بشكل فيل ومرصع بحجر كتير غالي. قطعة مميزة. شو رأيك فيه؟ قطعة نادرة يعني؟ ما في منها ما إلا هذا البروش، مو قديمة كتير، قيمته 250 دولار بس. الرقم 28 رفع السعر ل 300 دولار. مين بده يزيد؟ مين بيزيد؟ تعرفي انه انا بعشق شيء اسمه بروش، وما بيهمني شو ما كان شكله، المهم انه اخده واحتفظ فيه لانه مهم بالنسبة لي. احيانا بتنحط قدامنا اكلة، هالاكلة بتكون طيبة كتير بس كأنه في شيء ناقصة. الرقم ممكن تضيفي لها رشة صغيرة زنجبيل مثلا، هيك بتصل للكمال. هاي الرشة هي اللي وصلتها.
عم تفهمي علي؟ يعني حضرتك شرحتي لي منيح بس أنا ما فهمت عليكي، ما كنت مركزة. سجليها. مين بيحب الزيت؟ دجاج بالزنجبيل، أنا بعملها طيبة كتير فوق ما تتصوري. الرقم 54 400 دولار. عن جد ما خسميك. أي مونيكا خانم، شو كنا عم نقول؟ شوفي لي هالبروش، خيالي محطوط على شي فستان سهرة كتير شيك. وظيفة الإكسسوار مثل بهارات الأكل بالضبط. ايه قولي من الأول، هلأ لفهمت عليكي. يعني لما حضرتك حكيتي عن الزنجبيل قصدك تقولي إنه البروش الفيل مثل الزنجبيل أو البهارات اللي منحطها على الأكل، بتعطيها نكهة وطعمة ولون. أنا فكرتك عم تقولي نكتة، بصراحة هالنكتة بايخة كتير. البيع تم، مبروك عليك. الرقم 14 450 دولار. كرمال فهم حضرتك، روحت على حالي بروش مرتب، برافو عليكي. أنا أسفة مونيكا خانم، بعتذر منك. لا تضلي مشتتة هيك، ركزي شوي، لسه في قطع حلوة وأنا ضروري اشتري منهم، ما لازم يروحوا علي. خلاص طيب رح أركز معك. رح نكمل معنا قطعة مميزة كتير، رمح أثري لهلأ مو معروف عمره بالضبط قديش. حلو كتير ما؟ ماشي حاله، بس جربي التاني. طيب. لك عروة شو، لا تكون عاملني مسخرة، والله بطلع بروحك إذا هيك القصة. أخ أخذت بتاري مني، بس كأنك رجعتي تتجافصي ريما. لك في حدا بالعالم بياخد بتاره بهاي الطريقة؟ على غيري هي ولبسي هديك، شو عم نعمل رياضة؟ حبيبتي احسبي كم كيلو خسرتي بهالطريقة. لا خلص خلص اهدي شبك، تعي شوي. يلا البسي. يسلموا. كتير حلو، شوية تظبيط من مكياج وشعر ومنخلص.